23. يبقى هنا انا عايز احط شوية تقسيمات كده. ان انا عندي جينيتك وعندي كروموزوم. والكروموزوم اللي ستراكشرال والنيوماتولي ده مش مكتوب عندنا. اقول لك لو ما خدتوش في الاطفال خلاص اسأل بقى في الاطفال. اه يعني ده يعني ايه ده الكلام ده بيض ان احنا نتكلم فيه. وباي ذا واي عايز اعلمكم حاجه يا ولاد. انت في كليه الطب يعني اللي فيها كل الطب مع بعض. ده معنى ايه؟ ان لو سمعتي مني مثلا انت في دايابيتك مدر يوم الحفل يوم الاثنين اللي بعد الاجازه خلاص انفكوا في ايه دايابيتك مدر. ده معناه ايه؟ معناه على طول كده ان الانفكت اوف دايابيتك مدر هو نفس بتاع الاطفال. وانك هتذكره مره واحده هنا يا هنا سمعت مني ار اتش ايزومنايزيشن وفيتال هايدروس هو طب واحد فاهمين ولا لا؟ هيقول لك ايه؟ اه لا بس يا ده دي اللي هي بتاعت الاطفال. ناخد بقى الناس نذاكرها بقى بطريقه ثانيه عشان نتلخبط. مش الكلام ده. اللي يعجبك من الطريقتين ذاكر. شوف انا قد ايه بقول لك افرض بتاعتي ما عجبتكش عاوز تعرف ازاي تحطها. بس يبقى ايه عارف حاجه واحده. فاحنا بنقول ان الكروموزوم الجينيتيك جينيتيك او ايه؟ كروموزوم. عشان الناس اللي داخله متاخر احنا بنتكلم في الايديولوجي اوف سبونتينيوس ابورشن. بنقول ان الاسباب الفيتال كروموزومال وجينيتك وان في جينيتك وكروموزومال ستراكشر ونيوميريك والستراكشر بي في منها سوري ستراكشر بي بقى حاجات كتير قوي اللي هو المايكرو ديليشن وايزو كروموزوم. النيوميريك بي في منها ان ايو بلويدي وبولي بلويدي. الان ايو بلويدي دي في منها ترايسومي ومونوزومي. كويس؟ طيب ليه فردت الخريطه دي؟ عشان اقول ان الموست كومن كوز اوف بليدنج ان ايرلي بريجننسي وده موضوع الاسبوع الرئيسي بليدنج ان ايرلي بريجننسي هو الابورشن. وان الكومنست تايم اوف ابورشن هو فيرست ترايمستر. وان الكومنست كوز اوف فيرست ترايمستريك ابورشن هي كروموزومال وجينيتك ابنورماليتي. وان الكومنست فورم من الكروموزوم الابنورماليتي هي الان ايوبلويدي. وان الكومنست ان ايوبلويدي اللي بيعمل ابورشن هو ترايزومي. ترايزومي كام بقى؟ لا مش 21 16. 21 ده بنشوفه في الاطفال عايش بيمشي على رجليه. انما اللي بيعمل ابورشن اللي ما بنشوفوش حتى 21 ده اسمه داون وفي 18 ده ادوارد وباتور. امال 16 ده اسمه اللي ما يتسمى ده اللي ما يتسمى لانه بيعمل ابورشن فما تسميهوش. فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى ترايزومي 16 هو الكومنست كوز اوف فيرست ترايمستريك ابورشن بكل السيكونس بتاعه. يعني كل ما ترجع معاه خطوه ترايزومي انديوبلويدي نيوميريكال كروموزومال جينيتك ابنورمال هو ده الموست كومن كوز اوف فيرست ترايمستريك ابورشن. وهو ده اللي هيخلي الكوريونين فيلاي تبقى ديجنريتد وتفصل من الوول وتعمل الواو وتخر الدم وهكذا. طيب رقم 2 congenital fetal malformation. يعني البيبي ده يبقى عنده congenital anomaly في الهارت او في الليفر او في الكدني ويموت وضعف الكوريونيك سيركيليشن او البلاسنتال سيركيليشن وتبتدي البلاسنتا تموت ما السيركيليشن بتاعتها من ناحية الفيتال وقفت صح؟ والديجنريت تدريجيا والعيل ينزل. وعشان كده بنقول ان دول هيعملوا غالبا فيرست صح؟ امال دول هيعملوا ايه يا ولاد؟ سكند اشمعنى؟ هو الاورجنز بتتكون امتى اصلا؟ سكند ترايمستر صح؟ فلما تتكون وبعدين تبوظ وبعدين تموت وبعدين وبعدين مش كده؟ طيب طب يا دكتور هو في فرق بين دي ودي؟ اه طبعا الكونجنتال مالفورميشن ممكن يبقى سببها كروموزومال وجينيتك ابنورماليتي ممكن كمان يبقى سببها اكسبوجر للتراتوجين والتراتوجين دي ممكن تبقى داخليه او خارجيه. خارجيه زي سموكينج او الراديشن وداخليه زي ام دايابيتك او ام عندها رينال ديزيز والكريات عادي صح ولا لا؟ فيبقى ليس كل الكونجنتال مالفورميشن سببها كروموزومال ابنورماليتي. وبالمناسبه
مش كل الكروموزوم الابنورماليتي هتعمل كونجنتال مالفورميشن، لان ممكن تموت البيبي وتنزله قبل ما يعمل اورجان اصلا ويبقى فيها كونجنتال مالفورميشن. مش كده فصلنا الاثنين عن بعض؟ فصلنا الاثنين عن بعض ليه؟ لان الكونجنتال مالفورميشن ممكن يبقى سببها جينيتك ابنورماليتي، وممكن يسببها اكسبوجر تو ايه؟ تراتوزوم. مش كده؟ وتاني بقول بعيد الجمله تاني عشان ساعات بتقول ليس كل كذا وليس كل كذا، فانت تبقى مركز انك ايه تكتبه. عمال ما تكتبه تلاقي نفسك مش فاهم حاجه، لما تسمعها تبقى سهله. مش كل كروموزوم الابنورماليتي هيعمل كونجنيتال فيتال مالفورميشن، لانه ممكن يموت قبل الاورجانوجينز. ومش كل كونجنيتال مالفورميشن هيبقى سببها كروموزوم الابنورماليتي، لانه ممكن يبقى سببها اكسبوجر تو تراتوجين اكسوجينس او ايه اندوجينس. فبنفصلوا مع بعض. دي الاسباب الفيتال. طب ايه الاسباب الماتيرنال؟ الحته اللي جايه دي جديده. رقم واحد يوتراين، اثنين اندوكراين، ودول اخدناهم يوتراين او السيرفكس ضعيف، البقات ضيق. مين اللي يخلي البقات ضيق؟ كونجنيتال مالفورميشن، فايبرويد وبوليب جدعان. وايه خاطر يا جيمي واشر بقى. حلو، مش دول الثلاثه يوتراين ابنورماليتي؟ وقلنا كان بقات ضيق ابورشن او بريترم ليبر، صح؟ والسيرفكس ايه؟ ضعيف. طب السيرفكس ضعيف ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ سيرفايكال ان سفشنسي. والحقيقه انا هشرحه بالتفصيل، ده اللي انا هختم بيه محاضره النهارده، سيرفايكال سفشنسي. طيب بس عايزين نكتب حاجه يعني. الاول دول بيعملوا فيرست ولا سكند؟ افتكروا التفه، مش على حسب، افتكر التفه دي، التفه خلاص العادي يعني ما تستوعبهاش يعني. انما امتى العيل يملى اليوتراين كافيتي؟ يبقى الناس دي لن تفعل الا السكند. بس هناك فارق قوي، ان الباكات الضيق بيوسع والسيرفكس الضعيف بيضعف. كل لما يجي حمل، كل ما يجي حمل عندي هايبوبلاستيك يوترس مثلا او سبتم او اشرمن او عفريت، لما جه البريجننسي ده كبر اليوترس سيكا كده، يجي البريجننسي اللي وراه يكبر اليوترس اكتر شويه، يجي يكبر الكافيتي اكتر شويه. فبص الاقي ايه؟ بص المنظر ده. الاول كتبنا سكن، شرحناها قبل كده صح؟ الاول الاقي العين نزل عند 16 وبعدين قعد ل 20 وبعدين بقى بري ترم ليبر 24 وبعدين بقى بري ترم ليبر 34، ده اسمه ايه ده؟ ascending manner of pregnancy loss. انه الاول يبقى 16 18 20 24 مثلا يعني، مش كده؟ لان المكان الضيق كل مره بيحصل له ايه؟ بيوسع. طب امال السيرفكس الضعيف كل ما ينزل منه عيل هيحصل له ايه؟ هيضعف اكتر. فلاقي الوليه اول مره نزلت عيل 34 وبعدين 30 28 20 16 20 18 ده اسمه ايه ده بقى يا اولاد؟ descending manner. لان الباكات الضيق بيوسع والسر. مره كان في فيلم اسمه ويجا للزميل الاستاذ الدكتور خالد يوسف، عارفين خالد يوسف نسى ولاده زي حالاتي زميلنا. فالمهم ايه في الفيلم ده؟ جت البنت منى شلبي وقالت لابراهيم، معرفش كان مين الممثل اللي بيلعب دور ابراهيم، قالت له يا ابراهيم انا سقطت 3 مرات والدكتور قال لي ان انا لو سقطت اكتر من كده مش هينفع احمل تاني. فانا ايه برضو الزميل ده خالد يوسف عنده اكيد، ففتحت الكتاب شوف ايه الكلام ده، اشوف ايه الكلام ده وادور على سبب. ما لقيتش غير سبب واحد، ان الريبيت الدي ان سي بتضعف مين؟ السيرفكس. يعني طبعا مفيش اي حاجه في الطب اسمها كده اصلا ولا كده، بس يعني مجازا ان السيرفكس الضعيف كل مره بيحصل له ايه؟
بيضعف، فيبتدي الحمل يقعد فترة ايه اقصر، فتبتدي ما ينفعش تحمل سفاح مرة تانية. يعني خلاص ده اخر حمل سفاح، بعد كده هيبقى في الحلاقة، هتبقى مشكلة. طيب يبقى المكان الضيق بيوسع والسيرفكس الضعيف بيضعف، عشان كده ده اسمه ascending manner of pregnancy loss، وده اسمه ايه؟ descending manner. كويس. طيب نيجي للإندوكراين، الحته اللي جايه دي جديده، كوربس ريتيرن انسفيشنسي. ايوه ايوه قالتها قالتها ايوه ايوه المؤامره الخارجيه صح صح. كل ده طبعا خدمان ان انا اعمل كوربس ريتيرن انسفيشنسي سواء اصلي او ديو تو مؤامره خارجيه، ثايرويد ادرينال بنكرياس هايبر برولاكتينيميا، بريجننسي اون توب اوف بي سي او، قلنا بي سي او بيبقى معاك حتى لو حصل اوفيليشن بيبقى معاك كوربس ريتيرن ايه انسفيشنسي. يوتراين واندوكراين خلصانه وهي في الحضانه يا زميلي. الحته اللي جايه دي جديده بجد بقى بجد، يعني immunological and thrombophilic. اسمعوا بقى اسمعوا بتعزوا، في نوعين هنا، نوع اسمه allogenic rejection ونوع اسمه placental او chorionic ischemia. اسمع دول يا اولاد كلام عظمه. مين فيكم يسمع عن حاجه اسمها allogenic rejection؟ ما حدش. طيب مين يسمع عن حاجه اسمها graft rejection؟ في صح. يعني ايه graft rejection؟ يعني لما انقل كليه او ليفر من انسان لانسان، يقوم الانسان اللي اتنقل له الليفر يجي الاميون سيستم يبص على الاتش ال اي انتيجين اللي على الليفر اللي اتنقل، مين دول؟ مش معانا دول، فيعمل انتي بودز كومبلمنت فيكسنج ويكسر الجرافت اللي اتنقلت ديت ويحصل ريجكشن لهذا الايه الجرافت. المعلومه دي موجوده ان شاء الله. هو المفروض البيبي ده لما يجي في الاندوميتريوم، هو البيبي ده كله من الام؟ مكتمل قال ايه هيبقى شبهي وشبهي، يعني في مشترك صح ولا لا؟ شبهي شبه شويه شبهي شويه شبهي. فالمفروض لما يجي الاميون سيستم يلاقي انتجن من بتاعه الاب، المفروض يقوم ماسكها ضاربها صح ولا لا؟ المنطق بيقول كده، زيه زي اي اورجان ترانسبلانتيشن، انا نقلت بيبي في اتش ال اي انتجن غريبه صح ولا لا؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يقول لك ان الجسم كله اوبي ذا لو اوف ترانسبلانتيشن اميونيتي اكسبت. اكسبت ايه؟ غلط 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 كله غلط. ليه؟ اكسبت ذا اندوميتريوم اوف ذا سكند هاف اوف ذا يوتيريال فيز. اليوترس غلط، الاندوميتريوم غلط، تخيلوا اكسبت ايه؟ ذا اندوميتريوم اوف ذا سكند هاف اوف ذا يوتيريال فيز. لما بيجي عن انا قلت لكم الحته دي قبل كده، لما يجي انت معانا ولا مع ناس تانيين؟ ايوه صح. لما يجي عن 7 أسابيع في الميدليوتير ويبتدي يتعمل اميون سيستم خاص في الديسيديوم يعمل بلوكينج انتي بودي تحوط الاتش ال اي انتيجين، عشان لما يجي الاميون سيستم الثاني يشوفها ما يرفضهاش. بعض السيدات ما بيحصلهاش التحور ده، ودول غلابه قوي قوي قوي، لان هيحصل لهم ايه؟ ريجكشن للبيبي ده افتر امبلانتيشن. وطبعا هنا انت وبخت لو الدوره نزلت في ميعادها هيبقوا دول تبع الان اكسبليند انفيرتيليتي. وفي مفاجاه كده بيقول لك لو جبت الستات السكشوالي اكتيف اللي ما بياخدوش كونتراسبشن وعملت لهم بريجننسي تيست ايام الدوره هتلاقي تلتهم البريجننسي تيست بوزيتيف وحصل حاجه من الحاجات دي والعين نزلت. ما انتوا فاكرين لما قلنا ان مش كل العيال اللي بنحقنها حتى في الاي بي اف بتبقى امبلانتد صح ولا لا؟ فيعني ايه الوجينيك ريجكشن؟ فيلير اوف فورميشن اوف بلوكينج انتي بوديز حوالين الجنين، وده عيب اندوميتريا، وده عيب ايه؟ اندوميتريا بيعمل ريجكشن. هذا الريجكشن ممكن تشوفه في صوره ان الدوره مسبيريت تعمل بريجننسي تيست وبعدين تلاقي العيال نازل.
وممكن ينزل قبل ميعاد الدوره او يعني ينزل مع الدوره ومحدش ياخد باله منه، مفهوم كده؟ فهمت يعني ايه الجينيك ريجكشن يا شباب؟ يعني مش فاهم؟ حلو قوي. طب الثانيه بقى كوريونيك او بلاسنتر؟ كوريونيك او بلاسنتر اسكيميا. دلوقتي يا اولاد دي الكوريونيك فولاي، بكره ان شاء الله عشان في ناس ايه الحاجات دي بس ما خدناهاش قبل كده، طبعا انت خدتها بس يعني مش مهم، اللي ما خدتهاش النهارده تاخدها بكره ما تجيبهاش حاجه، خلاص؟ يعني المفروض طبعا ان ايه؟ كان في حاجه اسمها امبريولوجي وحاجه اسمها فيسيولوجي اوف كونسبشن، كل الكلام ده انت بتخلص شد وراس سفود ويقوم بقى مع حاجات ثانيه. انما يعني انا هاخدها بكره مش دي القضيه. دي كوريونيك فيلاي، حلو كده؟ ودي المدانه البلاد فيسل ان المفروض بتضخ الدم هنا كده، صح؟ هذا الكلام يا اولاد لو انا جبت هنا عيانه مثلا عندها بروتين سي او اس ديفيشنسي، عارفين بروتين سي واس ناتشرال انتي كوجولانت، او عيانه عندها هايبر هوموسيستيني، عندها الهوموسيستين عالي قوي، عندها مات تقيل يعني، فتبتدي تعمل ثرومبوزس هنا. ثرومبوزس ده يعمل ايه في الكوريونيك فيلاي اسكيم؟ وتبتدي البلاد فيسل دي ايه فرق، ونمشي في نفس القضيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ده لو الموضوع سيفير، مايلدر شويه يستنى لما البيبي يكبر شويه. مايلدر عشان كده بنقول ايه كوريونيك او بلاسنتر. كوريونيك او ايه بلاسنتر، يعني لو انا مايلدر شويه اعمل ايه؟ اعمل ثرومبوس صغيره كده فالعيل يكبر ويعمل بلاسنتر، بس مع الايام الثرومبوس دي يحصل لها ايه؟ هتكبر وتبتدي تعمل بلاسنتا الاسكيميا وتموت البلاسنتا وتعمل. ليه يا دكتور بتقول كده؟ عشان اكتب جنب الوجينيك ريجكشن فيرست بس، واكتب جنب البلاسنتا والكوريونيك فيرست او ايه سكند اكوردنج للسيفيريتي. طيب في مرضين مهمين عايز اشير ليهم في الحته دي. مرض اسمه انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم، ومرض اسمه سيستيميك لوبس إريثروماتوزس. ايه دول؟ يعني نوع من انواع الباسكولوباثي. يعني ايه باسكولوباثي؟ لو ده الوول بتاع البلاد فيسل، ايه دي؟ اسمها ايه دي الخلايا دي؟ اندوثيليوم، برافو عليك. لما اقول انتي فوسفوليبيد انتي بودي يعني كسر الفوسفوليبيد، والفوسفوليبيد ده اللي بيعمل ايه ده؟ هاي ليه؟ او مكسر البتاع ده. مين يتعرض هنا؟ كولاجين، صح. مين اللي بينغرف اول ما يشوف الكولاجين؟ البليتلتس. الله، طب ما ده ثرومبوزس برضه، صح ولا لا؟ نفس الكلام في اللوبس، واللوبس نوع من انواع الفاسكولوباثي اللي غالبا بيبقى فيه سكندري انتي فوسفوليبيد انتي بودي، غالبا بيبقى فيه انتي بودي برضه بتكسر الاندوثيليوم وتشلح الكولاجين والبليتلتس تترسب، صح ولا لا؟ حلو. عشان كده بقى برجع للعنوان الرئيسي واقوله كمان مره، الميونولوجيكال اند ايه ثرومبوفيل. في طريقتين، طريقه بيور ايمونولوجيكال اللي هو الالوجينيك ايه ريجكشن وفهمناه، وطريقه ايمونولوجيكال على ثرومبوفيليا. ممكن يبقى سببها زياده في البلاد كواجولابيلتي زي البروتين سي والاس والهايبر هوموسيستيني، وممكن يبقى سببها حاجه ايمونولوجيكال زي الانتي فوسفوليبيد والسيستميك لوبس ايه ريزوموتوس. فهمنا الفكره ولا لا؟ انما المهم ايه الاليتين؟ اليه اسمها الوجينيك ريجكشن، والاليه الثانيه اسمها ايه؟ بلاسنتال او كوريونيك ايه اسكيم. حبايبي الحلوين، كرونيك ماتيرنال إلنس، كرونيك ماتيرنال إلنس زي ايه؟ زي هايبرتنشن، وايه كمان؟ وهون، وايه كمان؟ قولي يا فندم، وايه كمان؟ وايه كمان؟ واي حاجة. ايه الحكاية دي؟ اسمعوا الحدوتة دي. دلوقتي لما الرحم ده بيبقى فيه عيل، صح؟ العيل ده محتاج دم، والدم عايز جون مرض عشان يعمل ايه؟
RBCs. والكدني تعمل سولت ووتر ايه ريستريكشن عشان البلاد فوليوم ينمي، والبلاد فوليوم الكبير عايز قلب يضخ، والقلب اللي ضخ عايز نيو فاسكولاريزيشن وبلاد فيسل مفتوحه عشان الدم ده يوصل للبلاسينتا، والمسمار عايز نجار والنجار عند الترزي، صح؟ يبقى انا لازم علشان الجسم يحتمل الحمل تبقى الاورجان دي كلها ايه 10 على 10، صح ولا لا؟ فيلير اوف اي اورجان من الاورجانز دي انها تاوفوليوت تعمل بقى الحاجات العظيمه دي سوف يؤدي الى انتهاء الحمل فيرست ولا سكند يا دكتور؟ اكوردنج تو سيفيريتي، يعني كده تنفع وكده ايه تنفع، صح ولا لا؟ يبقى ممكن يبقى المرض سيفير واخلص فيرست، وممكن يبقى المرض نص نص واخلص ايه سكند. جميل. اخيرا يا اصدقائي واخيرا مش حاجه وملهاش دعوه، انفكشن. انا في عندي نوعين من الانفكشن، ترانس بلاسنتال واسندنج. يعني ايه ترانس بلاسنتال؟ ستورج، صح؟ ستورج. ويعني ايه اسندنج؟ يعني كلاميديا وجونوريا تعمل كوريو امنيونايز، كويس؟ تعالوا نقول ايه الكلام ده. بصوا بقى، اولا شفتوا كام عيانة في حياتكم عندها سيفلس؟ طيب الانفكشن بتاعت الاستورش دي فيري رير، ده واحد. فكره بقى كمان انها كروس البلاسينتا از فيري رير، تخيل، لان البلاسينتا غالبا ما بتعديش حاجه خالص. بلى تقولي لا بس قالوا لنا في المدرسه ان الاستورش ده بيكروس البلاسينتا. ايوه نسبه قد ايه؟ ما هو ما قالكش نسبه فانت جاهل، انا قلت لك مفيش طب من غير ايه نسبه. عارفين ال HIV بجلالة قدره؟ HIV نسبة الميكروس البلاسينتا واحد لكل 100,000 HIV معلم. الله، أما للعيال بتوع ولاد ال HIV دول بياخدوا ال HIV امتى؟ أثناء الولادة أو من الرضاعة، وعشان كده من والدهم قيصرهم رضعوا، صح ولا لا؟ ما هو HIV ده تبعنا تبع الاستورج. طب ليه خوفنا وعملنا قيصرية طالما هو كده كده اتنقل ترانس البلاسينتا؟ لا يا عم ما بيتنقلش ولا حاجة. فهمتوا قصدي ولا لا؟ So. الفكرة ببساطة ان الأورجانيزمات دي is very rare وانتقالها is very rare، ولو عملت أبورشن مرة استحالة تكون سبب التاني أو التالت، فاهمين حاجة؟ لذلك جماعة الأمريكان والإنجليز اتفقوا مع انهم دايما يختلفوا، وقالوا لو حصل recurrent pregnancy لو استدور على أي حاجة من دول بس ما تدورش على infection مش هو السبب. احنا عندنا ايه بالنسبه للمدرسه؟ بيقول لنا ان الحاجات دي فيري رير، وانتقالها انها تعدي البلاسينتا وتعمل كونجنتال انفكشن از فيري 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 رير، ولو حصل مره مش هيتكرر مره ثانيه، فما تدورش عليها لو سمحت. اصل هو انت عارف امتى انا ببتدي ادور؟ زي ما اقول كمان دقايق بعد ثالث مره. طب لو عملوا مره ولا الثانيه؟ الثالثه استحاله مش هم مش هم، فما تدورش عليها. ده ايه قيمته ايه بالنسبه لك؟ اسمعوا القصه. أول لما عيانة تسقط مرة واحدة وتروح للدكتورة ربنا يسامحها، فالدكتورة تقول لها إيه؟ سقطت، أنا عرفت، أعجني توكسوبلازما أي جي جي وأي جي. أعتقد فيكم ناس كتير سمعت على القصة ده، صح ولا لا؟ كويس. فتلاقي إن التوكسوبلازما أي جي جي بوزيتيف، شفت بقى؟ انا عارفها هو ده. خدي روفامايس، فالست تاخد روفامايس اسبوع حلو تحمل الحمل اللي وراه يكمل. يا دكتوره يا عظمه انا هجيب لك العيله بتاعتنا كلها يلعب احب على ايدك وحاجات كده. ايه الخدعه اللي في الموضوع؟ ايه السحر اللي في الموضوع؟ احنا اتفقنا في ال 15% غير اي حاجه، يعني لو اديتها بدل الروفامايسين هورز وهوز، هورز وهوز، واخد بالك انت؟ او هوز وتوينكس، اي حاجه. خلاص المره الجايه كانت هتحمل، فاهمين ولا لا؟ فهي اختارت سبب لا يمكن يبقى سبب للريكارنس، وراحت مديه اي دواء ملوش اي دعوه باي حاجه.
عشان هي عارفه انها غالبا هتحمل المره الجايه مش هتسقط. فساعتها تقول ان ده الدكتوره دي هو اللي خلاني حملت، وتبتدي تخضع لها وتجيب لها الناس وكلام كده. ودي من النصبات المشهوره في الطب المصري. ولذلك لما حد يسقط مره وتروح للدكتوره وتقول لك اعملي لي توكسوبلازما اي جي جي واي جي ام، فتقول لها ايه يا دكتوره انت عارفه التوكسوبلازما ده مرض مين؟ اه تقول لك ده مرض القطط ولازم نجري وراه ونعرف ما السبب. لا دكتوره التعليم قال لنا اللي بيجري ورا القطه يبقى بوبي. عارف بوبي تجري ورا القطه تبقى انت بوبي حاطه حاجات اللي يجري ورا القطه يبقى ايه يا حبيبي؟ بوبي. فلك سو انسى فكره ان الاستوش يبقى سبب فور الكرنت بريجنسي ايه بلس. يعني ايه اسندنج ويعني ايه كوريو انيرايتس؟ احنا قلناها قبل كده في الانفكشن الله يرحمه ويحسن اليه ان الجلاميديا والجونوريا دول بيبقوا في السيرفكس صح؟ بصوا كده لما اقول ان الجلاميديا والجونوريا دول موجودين في السيرفكس كده تفتكروا يوصلوا للجنين في الفيرست ولا السكند تريمستر؟ شايفين في الفيرست هو بعيد ازاي؟ لما يبتدي ينزل في السكند كده ويملى بقى العيل يملى البطن مش عارف ايه، فيبتدي يبقى سهل يطلع انفكشن ويعمل انفلاميشن للكوريون والانيون، كوريون اللي هي كوريونيك فيلون والانيونيك ساك، فيبقى اسمها كوريو ايه؟ انيونايتس. بكره ان شاء الله هنفهم بقى يعني ايه كوريون وانيون والمسخره زي دي. بس المهم ان الاسندنج انفكشن يعمل للانيونيك ساك والكوريونيك فيلون بلاسنتا اهي ويعمل انفكشن اسمه كوريو ايه؟ انيونايتس. طيب كويس. الكلام ده امتى بقى؟ في السكند. وطبعا العينه اللي تسقط سكند ترايمستريك ويجي لها كوريو انيمايتس يا هتاخد انتي بايوتك مش فيها سيبتك ابورشن بقى ولا ايه؟ فهتخف من الكلاميديا والجونوريا مش كده ولا ايه؟ يا اما هتموت. فلو ماتت يبقى مش هتسقط تاني، ولو خدت انتي بايوتك يبقى برضه مش ايه؟ يبقى الانفكشن ده ملناش دعوه بيه. واللي يجري ورا القطه يبقى ايه؟ موبي. خلاص كده؟ طيب كده اصدقائي في تلوماترنال. طب تعالوا نروح ليه؟ تروما وتراتوزن. تروما وانا اسف لازم اقول يا اولاد ايه؟ سيفير تروما. ليه بقى؟ لان اراء الحاج اشرف الشغلانه خدت هوا. عندنا حاجة أشرف في القهوة كده يقول لك الشغلانة خدت هوا، خد بالك؟ الشغلانة خدت هوا يعني ميرفت أمين بوظت عقول الشباب اللي هي دي اللي هي هتسقط كده دي هتسقط كده فيلم الحبيب. بص بقى دي ما بتسقطش ليه؟ لأن الفيلم خلص بالسبوع بتاع الواد ده فأجيب يعني عشان نتفق تمام؟ لأن برضه من ضمن الخرافات احنا عندنا مجموعة كبيرة قوي أولاد من الخرافات. من ضمن الخرافات اما تيجي الام تقول لك ايه اصل هي الزحلقت من على السلم فسقطت. يعني ايه زحلقت من على السلم فسقطت؟ يعني ايه؟ او ايه بقى الاوزخ نامت على بطنها. ما تنام على بطنها. اسمع 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 عندك تفكر. بص يا ولاد اليوترس في الفيرست تريمستر بيبقى في البلفس. بيبقى ايه؟ في البلفس. وبالتالي هو محمي بعظم قوي جدا. وبالتالي لو واحده في الفيرست تريمستر نامت على بطنها نامت على جنبها نامت على ظهرها اليوترس في البلفس ملوش دعوه ومش هيزعل. في السكند تريمستر بقى اما تبتدي بطنها تقب هي مش هتعرف سي صوت بقى يعني مش هينفع فاهم. فلا ينفع في الفيرست تريمستر نقول ان النوم على البطن يعمل ابورشن ولا حاجه اسمها في السكند ان حد ينام على بطنه اصلا مفهوم ولا لا؟ كل دي خرافة. عشان كده بقول سيفير عارفين يعني سيفير تروما؟ فراكشر بلبس. عربية ايه؟ فراكشر بلبس والرحم اتقطع. فولينج اون ذا ستراجل الوقوع على الخازوق. الرحم كده ايه؟ مهروب من البيت. هي يعني وقعت على ستراجل واللي مضايقها انها سقطت. فاهم انت ليه؟ ما عليك. بنقول ايه؟ سيفير تروما يا دايركت يا اما ياتروجينيك. يعني ايه ياتروجينيك؟ يعني ايه ياتروجينيك؟ ايه؟ يعني ايه كلمه ياتروجينيك؟
لا ياتروجينيك از ا كومبليكيشن اوف ثيرابي مش غلط الدكتور فاهمين حاجه وتقولها كده بمنطفخ ما حد يقول لك يعني ايه ياتروجينيك بروك كومبليكيشن اوف ثيرابي تقولوش غلطه الدكتور احنا ما نغلطش الحمد لله ليه مش الكومبليكيشن دي يا ابني مكتوبه في الكتاب طب لما تحصل نزعل ليه ما مكتوبه خلاص هي بس الوسخه انك تعملها كل مره بالك انما يعني لو مره ليها انسيدنس ما جراش حاجه ياتروجينيك از يعني انا لما اقول ايه pregnancy on top of IUD مش ليه انسيدنس ده ولا ايه انتوا عارفين pregnancy on top of IUD غالبا بيحصل ايه اقول لكم دلوقتي مش احنا كلنا دلوقتي واحنا قاعدين لو عملنا مسحات هنطلع بوستر خلاص ليه في ناس فينا بتكح وناس لا يعني ليه لان في ناس الاميون ريسبونس بتاعها مختلف عن التاني صح ولا لا اللي قاعد دلوقتي ما بيكحش ده لو ركبت لولب مش هيعمل اميونولوجيكال رياكشن فالامبلانتيشن هيحصل فاهمين حاجه ولا لا احنا جسمنا مش مكنه جسمنا مش مكنه قوه اللولب معتمد على وجود اللولب ونوعه ومعتمده كمان على الاميونولوجيكال رياكشن بتاع الام هي هتكريت اميون ريسبونس قوي يمنع الفيرتلايزيشن والامبلانتيشن ولا لا فاهمين ولا لا ولا لا سو لما اقول ياتروجينيك ما تقوليش غلطه الدكتور بقى It's a complication of A of therapy. وبعدين يبتدي البتاع ده يكبر يخرج مش عارف ايه ينزل يبقى ياتروجينيك زي pregnancy on top of IUD زي ما حضراتكم بتقولوا دلوقتي كمان كوريونيك بيلا سامبل يعني ايه كوريونيك بيلا سامبل يعني انا شاكك ان البيبي ده فيه كروموزوم الابنورماليتي فروحت مدخل ابره واخد عينه من الكوريونيك فيلا اسمها ايه كوريونيك فيلا سامبل صح ولا لا فبدل ما اخد عينه من الكوريونيك فيلاي خدت الجليد معايا وطلعت ما جراش حاجه دي كومبليكيشن اوف ثيرابي يعني دي ايه مش غلطه الدكتور ولا حاجه طب سيفير تروما تراتوجين بيني وبينك هو انا كاتب تراتوجين تضحك يعني انا كاتب ايه ميزوبروستول ميفيبريستول ده استعباط يعني اللي بتاخد ميزوبروستول ولا تاخد ميفيبريستول وتقول يا سقطت يا استعباط يعني دي مش قادر اقول انها تراتوجين ولا حتى قادر اقول انها ادويه ولا اي حاجه خالص بس انا احكي لكم قصه بتاعت السايتوتيك بصوا هو احنا معدتنا بتتعب لما نعمل ايه اما ناخد انتي بروستاجلاند فالمنطق بيقول ان انا لما اخد بروستاجلاند معدتي ايه تهدى وبالتالي الدواء حتى اللي اسمه ميزوبروستول اول ما طلع كان اسمه سايتوبروتكتيف يعني هو معمول تو ايه عشان سايتوبروتكتيف عشان معدة وضحكوا واحنا نواب كان في بعض النواب عصبيين قوي وبيجي لهم ستريس ألسر كانوا بيضربوا سايتوتيك عشان معدتهم تهدى بجد والله فالشاهد ايه الدواء ده اول ما طلع عشان موضوع المعده والحاجات دي فجت فتيات الليل في البرازيل دول بقى ايه تميزوا ايه انهم بيحملوا سفاح وبيشربوا خمور بانواع رضيئه فبيبقى عندهم هنا بيبي وعندهم هنا ألسر فبداوا يضربوا سايتوتيك لو نفسهم بيخفوا من فوق ومن تحت فابتدى يبقى اسمه سايتو تك 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 ونازل العيال وحاجات كده بجد والله فيعني دي قصه الميزوبروستول او السايتوتيك فالشاهد يعني ان ممكن حد ياخده فور اذر ايه انديكيشن اللي في بريستون ده استعباط رسمي بقى ده بيتاخد عشان يسقط بس عشان نخلص ماشي طيب انت بتقول بروستاجلاندين طب ليه مكتوب في السطر اللي بعديه انتي بروستاجلاندين ما لو واحده خدت انتي بروستاجلاندين بدوزس عاليه بيعمل هنا الانومال وهي دي قضيه ثانيه خالص دي قضيه ثانيه خالص ميكانيزم ثاني خالص لو خدت انتي بروستاجلاندين بجرعات عاليه يعمل هنا الانومال في البيبي ولا ما قالوش بس يا سيدي طبعا نسيت اقول اهم واحد كيموثيرابي مين يقول كيموثيرابي يعمل ايه اللي فاهم ريت اوف ديفيجن اوف ذا كوريونيك فيلاي وتموت والعيال يبقى ابسورد طبعا 100% بص يا انا محتاج الكوريونيك فيلاي دي بروليفريت جامد قوي عشان الحمل ده يبقى قوي طيب بس يا سيدي هو الخمر بقى والميسر وائد البنات والانصاب والازلام والكول وسموكينج والبودره والكوكايين وكل اللي انت عاوز حشيش وكل الحاجات الجديده دي ماشي الكلام حبايبي الحلوين ده الايتيولوجي نسينا نقول عايزين نكتب هنا سبب مهم جدا رقم واحد انا مثلا طب خلاص طب زي بعض ايديوباثيك بس ده سبب مهم قوي
بجد والله العظيم. اصل احنا بنقدس العلم ولا زيادة عن اللزوم والله. تخيل الانسان يقعد يدور على كل الكلام ده ويقول لك العلم العلم كان نفع نفسه في الاخر بيطلع الموضوع اديو بس كبار. تقعد تدور انك تلاقي حاجه مفيش حاجه خلاص وايه 50% 50% ولا تعرف حد. طيب بصوا بقى في فرق بين ايديولوجي عشان ما انساش وريسك فاكتورز. ايه ريسك فاكتورز دي؟ عايز اعلمكم بيرسونال واوبستاتريك وميديكال. امراه تعيسه متعوده دايما مريض خلاص. ايه الفرق بين كلمه ايديولوجي وكلمه ريسك فاكتور؟ ايديولوجي انت شفت انا بشرح في الايديولوجي بقالي قد ايه عشان افهمك ليه ده يعمل ابوشه صح. طب امال ايه حكايه ريسك فاكتور؟ لما اقول هنا امراه تعيسه، عارفين البوستات اللي بتتكتب الصبح في الفيسبوك دي؟ حدث بالفعل بينما كنت اذهب اليوم للجامعه وجدت امراه عجوزه جدا فقيره جدا حزينه جدا عندها اطفال كثيرون تحت رجليها لا تجد فشايله حاجات كتيره قوي وتعبانه بيها وماشيه مش عارف ايه. وسالتها بطنها قدامها مترين هل بتتابع الحمل؟ فقالت لي لا استطيع ان اتابع الحمل وبكت. وبعد بكاء عنيف طلعت سجاره وشربتها في البوست ده. يا صباح الخرب. طب لا انا صباحي اسود مني. الحمد لله انا صباحي اسود منكم. بص يا ولاد عايزين نصدع الطاقه السلبيه ده. لذلك ايه؟ انا اوف لاين، انا مش موجود على الفيسبوك. انا كل فتره كده الاقي ايه مثلا ايه حد من ولادي او مراتي بتاع يقول لي ده معمول لك تاج فمش عارف ايه وبتاع. اقول له اشطه بقوم داخل بس رد على بتاع عشان ما احرجوش وخلاص. بس انا مش موجود. فعايز اقول لكم حتى حاجه دايما ايه يقول لي دكتور انت ليه لا تقبل الاضافه؟ بعتلك اضافه المفروض تقبل الاضافه. بصوا لما نخلق بكره ولا بعده خدوا الموبايل افتح لكم الفيسبوك واللي عايز يضيف يضيف. انا مش فارق معايا. انما ليه انا اوفلاين؟ لان انا حريص جدا عن البعد عن الطاقه السلبيه. زي ما انتم شايفين انا شخصيتي اللي موجوده دي هي شخصيتي من ساعه ما بصحى الصبح لغايه لما بنام بالليل زي ما انا كده خلاص. وببعد تماما عن اي طاقه سلبيه. فانا لما الاقي بص الناس بتتنافس في الصباح الاطران وانا مالي ما تتقطرهم بعيد عني انا مالي واخبرك انت ازاي. امراه تعيسه هنا بقى لما نيجي نحلل الاكستريمز اوف ايج والاكستريمز اوف ويت واللو سوشيو ايكونوميك ستيتس والبور انتينيتال كير المراه التعيسه دي ممكن يبقى عندها ايه من دول؟ اغلبيه فاهمين قصدي ولا لا؟ عندها الس امينولوجيكال مش عارف اي حاجه فاهمين قصدي ولا انفك اي حاجه وانا مات صح؟ طب امال ايه حكايه متعوده دايما؟ انا مش قصدي متعوده دايما انها سفلة يعني لا انها مالتي بارا سبيشيالي لو التاريخ بتاعها مليان بهيستوري اوف ابورشن او بريترمينيتر. لان الابورشن والبريترمينيتر زي ما اتفقنا هم واجهان لعمله ايه واحده صح ولا كده؟ طيب المريضه بقى اللي هي الامراض الميديكال ايلنس قلناها. بس فكره السموكينج ممكن يعمل حاجات كتير. الكوليزم يعمل حاجات كتير. هايبوفوليك اسيد ديفيشنسي يعمل حاجات كتير. هنا الغرض يا ولد الغرض ان دايما لما اقول ريسك فاكتور تبقى حاجه اسمعوا دي النبي عشان خاطري حاجه جت بالابيديميولوجي. ممكن يبقى ليها تفسيرات كتير ممكن يبقى ليها تفسيرين ممكن بلاش تفسير اصلا. هي حاجه اتس فايندينج بالابيديميولوجي. ولذلك لما الاقي عيانه حامل وهي عندها 35 سنه هي اكثر عرضه انها تبقى ابورتي. ليه؟ عن عشان بقى عندها كروموزوم اللي عندها ميديكال ديزيز بقى عندها اللي عندها. بس انا عارف انها اب هاير ريسك من انها تسقط من لو كانت يونج. فهمتوا قصدي ولا لا؟ ماشي. عشان بنساه دايما كومبليكيشنز اوف ابورشن دايما بنساه. ولا اقول لك بص انا هسيبها للاخر عشان نسيتها ماشي عشان لو نسيتها هي موجوده على الفيديو فانا مش فارقه معايا. طيب
بس اللي مش موجود على الفيديو اشرحه لك، بس ابقوا فكرني في الكتاب عشان ما انساش. Recurrent pregnancy loss اخر حاجه بجد معانا. Recurrent pregnancy loss اتفقنا عن ايه؟ اكتر من او يساوي 3 successive spontaneous abortion. مش من يعني ايه؟ احنا قلنا شرحنا موضوع منا شادي بيقول شويه صح؟ وقلنا ان ده 3 successive induced يبقى ما ينفعش recurrent pregnancy loss. ادي بقى مش من الموضوع. مين؟ ما ينفعش عيانه تسقط مره وتولد مره، تسقط مره وتولد مره، تسقط مره وتولد recurrent pregnancy loss برغم انها جمعت 3 في الاخر. ليه؟ عشان انا بفترض ان الكوز يبقى بريزيستنج يمنعها من استكمال الحمل. فلو مره ومره 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 يبقى الكوز ده مش ايه؟ مش بريزيستنج. يبقى عشان كده بقول كلمتين 3 ها؟ سكسسيف يعني ورا بعض سبونتينيوس ابورشن. في ناس ساعات تتدخل بعد الحمل الثاني بعد الصوت الثاني. ليه؟ الكلمه دي انا نسيت اقولها في الانفرتيلتي وكويس ان انا هقولها النهارده للاثنين. مش احنا قلنا في الانفرتيلتي نستنى سنه؟ ليه ممكن في الانفرتيلتي ما نستناش سنه فور ايفالويشن؟ لو واحده سنها كبير او عندها ديزيز صح؟ لو واحده سنها كبير يعني ايه؟ واحده عندها اتجوزت وهي عندها 38 39 سنه. بعد لما يعدي 6 شهور من الجواز لازم اتدخل لان هي اصلا دلوقتي ماسه كلها شويه والبيض يخلص خلاص؟ طيب لو واحده عليها بليدنج سيفير بليدنج وطلعت فايبرويد يبقى انا هعالج الفايبرويد واعمل له مايوميكتومي من منطلق انه العيانين اللي فيهم فايبرويد اللي عايزين يحملوا بيعملوا مايوميكتومي. انا دخلت بدري. عيانه فيها اكني وهرشيتيزم وامينوريجيا عندها بي سي او عمليه اندكشن اوف اوفيليشن بعد شهر من الجواز من منطلق ان انا بعالج بي سي او فاكرين الكلمه انفيرتيليتي ديزاير انفيرتيليتي ايه ديزاير. هنا نفس الكلام لو العيانه سنها كبير او عندها ديزيز واضح مش كده ولا ايه؟ ممكن اتدخل بعد اول او ثاني مره لو العيانه سنها ايه؟ كبير او عندها ديزيز ايه؟ نفس السببين بالظبط. انما اليوجوال ان انا بستنى الثلاثه ايه؟ سكسسيف سبونتينيوس ابورشن الا اذا كبيره او مريض عندها ديزيز كويس. طيب يا ترى ايه هي الاسباب؟ ما هو الايتيولوجي اوف ريكيرنت بريجننسي لوس؟ اكيد الاسباب مختلفه صح؟ خلي بالك هيقفز الايديوباثيك للمركز الاول. نفع نفسه مين؟ كروموزومال ابنورماليتي. ثلاثه يوتراين. أربعة إندوكراين. خمسة إمينولوجيكال آند ثرومبوفيل. ستة كرونيك ماترنال إلنس. صح لا جديد لا جديد. كل أنا عملته إيه؟ مين الحاجات اللي أنا شلتهم ولا شلت الكونجنيتال مالفورميشن ليه؟ كونجنتال مالفورميشن لو سببها كروموزومال معانا صح؟ طب لو لابها تراتوجين ما تتكررش بقى والا تبقى ست متعمده كل مره تكسبوز للراديشن صح ولا لا؟ كويس. خدنا يوتراين وشلنا مين؟ انفكشن لان اللي بيجري ورا القطه يبقى ايه؟ بوم. يعني احنا شلنا دي وشلنا مين هنا؟ وشلنا دي صح؟ وطبعا تروما لو هي كل مره بقى تقع على الخازوق تبقى غاويه يعني عشان بس ايه نخلص واخد بالك؟ فدي طيب المهم اصبحت دي يا اولاد دي الاسباب بتاعه الريكيرنت بريجننسي لوس. هاو تو ايفالويت؟ مين اللي يقول لي هاو تو ايفالويت؟ احنا اتفقنا عن ايه كلمه هاو تو ايفالويت؟ هيستوري جدع ده جدا جدع واضح الاسبوع ده عمل شغل هيستوري واكزامينيشن وايه؟ وانفستيجيشن. هيستوري بقى هقعد انا مش كده؟ ما انا ما بقولش هيستوري ولا اكزامينيشن صح؟ لان المفروض انتوا ايه؟ تالفوه وانا بحلف لكم بالله انا اللي كاتب دي انا دي انا اللي كاتبها بقى مش مندوسه لو كتبتها تاني هكتبها بشكل تاني بيرسونال هسال على ايه؟ مين مش فارق ايج زياده زود كروموزوم الابنورمال صح
ماريتال ستيت اوكيوبيشن. مش مهم قوي يعني، ما هو برضه لو شغالك لو دكتوره بالاشعه كل مره بتكسبت هي متعمده فدي مش صح قوي يعني. ايه اوكيوبيشن دكتوره اشعه؟ السموكينج ومش عارف ايه يعني برضه متعمد يعني فيها نسبه تعب حقيقه يعني. باست هيستوري ادي مهمه بقى بتاع ايه؟ بتاع دول عندها اندوكراين ولا اندولوجيكال ولا مدار ده الان اس صح ولا لا؟ طيب family history of chromosomal abnormality و hereditary disease ايه الكلام؟ menstrual history قولوا ها؟ bleeding fibroid amenorrhea 10 man irregular cycle pre-menstrual response ده نكتب اكتر من اللي مكتوب يا ولاد menstrual obstetric history ascending descending وكل ابورشن وحصل فيه ايه صح ولا لا؟ طيب contraception يعني هنا بقى لو مركبه لولب ولولب ده عمر 10 من لفه طويله قوي بس يعني لو عايز املى مش احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ هنكتب ونملى الخانه مش كده؟ الاكزامينشن جنرال اكزامينشن فور جنرال ديزيز لوكال اكزامينشن فور يوترين ديزيز اؤمر صح ولا لا؟ يبقى اذا دايما احنا قلنا ايه؟ قلنا لما اقول لي هاو تو ايفالويت هيستوري اكزام بس الهيستوري والاكزامينشن ابص على الاسباب واضرب اي بق ايه خلاص كده؟ ونيجي نقف عند حكايه الايه؟ الانفستيجيشن. في حاجه اسمها بيزك انفستيجيشن اعملها لو الهيستوري بايظه. يعني ايه لو الهيستوري بايظه؟ يعني لو ما طلع لو الهيستوري ما خدنيش في سكه حاجه معينه كل الهيستوري الريليفنت حد بضغط يا ماما لا سكر لا قلب لا ضغط لا عفريت ازرق لا اكزامينشن يوترس نورمال سيرفكس نورمال كل حاجه نورمال حتى لو انا ماشي في سكه النورمال لازم اعمل التاني لازم اعمل كاريوتايب لمين؟ الام الاب ولو عرفت تاخد الجنين وخلي بالك من الكيس دي يقول لك يجي في الفاينل في الفاينل يقول لك عيانه برا او بلس 2 8 اسابيع نص ابورش دكتور قال لنا دايجنوز في الكيسه جاب لنا كيسه وقال لنا دايجنوز في الكيسه قال لنا نص ابورش في الكيسه هل انت قال لك بقى ايه المانجمنت هو بتعمل ايه اسيبها اسبوعين واديها بروستاجلاندين ميفيبريسول ايوه بس هي بارا او بلس 2 لما سقطت بارا بقت بارا او بلس 3 بقت ريكارنت بريفنس بس فاهم اللي انا بقوله ولا لا؟ يبقى هو جابها لك وهي بارا او بلس 2 يعني سقطت مرتين ايه؟ قبل كده وجايبها لك المره دي نسبه ابورشن هتسقطها سقط رقم ايه؟ يبقى ما تروحش من غير ما تيفالويت صح ولا لا؟ والا لما مؤاخذه تبقى سباك دايما اقول للنايب كده النايب يقول لي حضرتك عملناها ميديكال ايفاكويشن وهي ابورتد عليك روح احنا قلت لها هي سقطت ليه؟ وانت سباك يا حبيبي لقيت الكوعه مسدوده فسلمت الكوعه وهي قلت لها ايه كوعه سالكه روحي بقى تحملي تاني وخلاص اتكلمت يبقى كاريوتايب للاب والام والجنين لو شفته زي الكيس اللي انا بقولها من شويه طيب يوتراين لما مؤاخذة في كلمة الوول بالأنتراسون والكابيتي بالهيسترو سالفنجوبران أو بالهايبوسي أو إس أي إس عارفين دي أسهل ما تقولش إس أي إس صلايت انفيوجن سونوجرافي أو تومونيستروجرافي يعني صلاين يعني أحقن الكابيتي صلاين وأصور أو أحقن الكابيتي صلاين وأصور طيب مين يقدر يوريني الاثنين؟ اسهل بقى 3D ultrasound اسهل ده وريني وريني الكافيتي وريني الايه الوول طيب اندوكراين هي العانه فيها فاميلي هيستوري اوف دايابيتس طب فيها بوليوريا وبوليبسيا تبقى مسببات الكلام طب العيانه فيها مول فيس وبفر تبقى مش كوشنج غالبا بس في حاجه اسمها سب كلينيكال هايبوثايرويدزم عشان كده مهما شفت
ان العينه الهيستوري بتاعها والاكزامينيشن مش ماشي مع الثايرويد برضو نعمل في انتي فور وتاسيش وانتي ثايرويد انتي بودي. ليه؟ لان في حاجه اسمها ايه؟ الصبغ اللي بتبان لا في الهيستوري ولا بتبان في الايه؟ في الاكزامينيشن. الميونولوجيكال اند ثرومبوفيليا. لا طب ما يجراش حاجه بس نعمل لوبس انتي كواجلانت وانتي كارديولايد وانتي بيتا 2 جلايكوبروتين. ليه عم قال لك دول الانتي فوسفوليبيد انتي بودي الكومنست كوز اوف الميونولوجيكال ابورشن. يبقى على الاقل اخد الكومنست ايه كوز، ولا سيما انه مش بالضروره يكون جالها جلطه قبل كده. من الكلينيكال بريزنتيشن ريكارنت فيرست ترايمستريك ابورشن، مفهوم ولا لا؟ كام دول يلا؟ 1 2 3 4 صح؟ فكروا بايه؟ الفيرتيليتي ده لسه ما ربعنتش. طب الاسبوع ما نفش حد، والله الاسبوع ما نفش. فاكرين البيزك بتاع الانفيرتيليتي سيمن اناليسيس صح ولا لا؟ والترا ساوند وهيستروسالبنجوجرام وميديتال سيرم بروجستيرون صح. يبقى لما اقول لك عيانه انفيرتيليتي كده، لما اقول لك ريكارد برينسي بص كده وبنحب سنه وما يجراش حاجه، ايه بقى دول؟ ايه دول؟ ايه الاربع حاجات دول؟ ها قول بقى كده. كاريو تايب مش كده؟ ها 3D الترا ساوند بس سرطان البابا غنوج يوتراين انفستيجيشن يعني. ها انتي فوسفوثايرويد بروفايل انتي فوسفوليبيد انتي بودي دول بيزك بس بشرط ان انا ما اكونش لاقي حاجه تاخدني في سكه معينه صح ولا لا؟ وبعدين عشان تعرف ان البيزك ده في كلام، افرض الالترا ساوند ده قال لي حاجه كمله ولا كمل انا؟ مش فيه هستروسكوب ولابروسكوب وام ار اي؟ ده الكلام ده انت عارفه وانت صغير كده، فاكر؟ فاكر الاسبوع اللي فات صغير بتقول على السكر اوكر فاكر وقلت لك الحاجات دي. طيب المهم يبقى اذا الكلام ده لو شكيت. طيب ايه بقى كمان؟ انا ممكن اعمل سكريننج اوف دايابيتس او اذر اندوكراين لو في حاجه في الهيستوري او في الاكزامينيشن سجست. ممكن اسكرين بقيه الثرومبوفيليا لو العيانه بيجي لها جلطات في رجليها والبلاسينتا بيجي فيها انفاركشن والحاجات دي نجت. بس لازم ادور دول الاول، ده الموست ايه؟ بدل ما ادفع فلوس كتير، ما انا في عيانين هلاقي دول كتير قوي فيهم بوزيتيف خلاص يبقى كفى الله المهم ان انا اشغل ايه؟ القتال. طيب طبعا واحد يقول لي كرونيك ميديكال إلنس هتدور في كل حاجه جايز تلاقي حاجه انت مش واخد بالك منها. يا عم الكرونيك ميديكال إلنس اللي يعمل ابورشن لازم يبقى سيمتوماتيك، لازم يبقى سيفير. يبقى لو في سيمتوم بتاع مرض ساعتها تدخل تلك اربعه من ايه اخرى. فهمنا الليله ولا لا؟ يبقى 4 بلس 4 فهمت يعني 4 بلس 4؟ يبقى ال 4 البيزك كاريو تايب 3 دي الترا ساوند 3 دي 4 لوبس. وفهمنا ليه دول؟ اشمعنى الاربعه دول؟ الاضافيين ان اليوترس يبقى ايفالويت ديبر، ان بقيه الاندوكراين بقيه الثرومبوفيليا والكرونيك الناس لو ايه سيمتوماتيك. اصدقائي تعالوا نروح للعلاج. كاريوتايب علاجه جينيتك كاونسلنج. واحد يقول لك كابتن لطيف والله عظيم والله احنا فرحنا قوي، احنا عندنا حد في العيله عنده ابنورمال كاريوتايب وبتسقط، ما تيجي تعمل لها جينيتك كاونسلنج عشان تحمل بقى. هو انا هلاقيها يعني جينيتك كاونسلنج انا هلاقيها كده فهي كده؟ لا افهم يعني ايه جينيتك كاونسلنج يا بابا. يعني اقعد معاها هي وجوزها واقول لها ايه؟ بص يا بابا الريسك ان او سوري الانسيدنس انك تجيبي بيبي ما فيهوش كروموزوم الابنورماليتي 1 لكل 33، ده جينيتك كاونسلنج. فهم يختاروا، بمعنى ممكن الجوز يقول لك 3 المفروض يبقى 30. طب قريب ده وارد. والد يقول لها ايه؟
كانت فرصة سعيدة جدا، او هي تقول له كانت فرصة سعيدة جدا مجاز الكروموزوم الابنورماليتي عنده، عشان بس ما نبصش للموضوع ان هو عذاب وضنا وحاجات كده. ده مفهوم الجينيتك كاونسلنج. مش جينيتك كاونسلنج هرقيها وتخف، جينيتك كاونسلنج يعني فاهمها احتمالياتها هي والراجل ده انهم يجيبوا عيل كويس، وهم بقى عليهم ان يقبلوا او يرفضوا الفكرة دي. ففي ناس قالت بصوا بقى اكو فكرة حلوة قوي، انا قالك ايه الفكرة دي، ايه رأيك نعمل بي جي دي؟ ايه البي جي دي ده؟ بري امبلانتيشن جينيتك دايجنوز. الله، ده غير موضوع الرقوة. ايه هو بقى؟ ان انا اعمل اي دي اف واعمل للبيبي ايه؟ كاريوتايب. دي كده دي بقى؟ لا طبعا. ليه؟ لان العيال اللي انا هعمله هيطلع فيهم كروموزوم ابنورمالي، ونسبه ان انا اطلع عيل كويس 1 في 33. بس بدل الوجع النفسي بتاع الابورشن هيبقى وجع مادي بالفلوس اللي هدفعها في الاي بي اف، عشان بس الامور تبقى واضحه. مش معنى ان انا لجأت للاي بي اف ان انا اطلع عيال كويسه، فاهمين حاجه ولا لا؟ ساعات بتبصوا للحاجات بص نايم، وانا سبتكم قعدت شويه اسرح فيكم كده عشان لا طبعا، ما انا هطلع عيال مشوهين، هعمل كده مشوه. فاكرين شيناص دكتور عبد العليم؟ كان عندنا 8 عيال، 8 مشوهين. اشطع عليك يا شيناص، مش هنراجع حاجه، خلاص خلصت، خلاص خلصت. فاهمين ولا لا؟ الا يوتراين. طب ما انا معلمك بقى، فاكر لما كنت صغير الاسبوع اللي فات قلت له على السكر اوكر، وقلت لك ان اليوترس ما ينفعش معاه غير الايه؟ سيرجيكال بريت، ده ملوش حل. السيمبتوم بتقص وبقى. وخلي بالك بقى، اسمعوني، لما كنا بنقول من الانديكيشنز اوف مايومكتومي ريكارنت بريجننسي، بص خد بالك، ما انت لازم بقى ايه المنهج ايه يتكامل. هناك كنا بنقول ان الفايبرويد بيعمل ابورشن اهو فقط ضيق، هناك كنا بنقول لما الفايبرويد يعمل ريكارنت بريجننسي بص نعمله مايومكتومي سيرجيكال بريت اهي. طيب اندوكراين؟ لا ميديكال، لا ده ميديكال. طيب لوبس انتيكو اجلنت، لو دوز اسبرين بلس اور ماينس هيبارين، عشان نمنع ايه؟ ثرومبوزس، بزاف ثرومبوز. كرونيك باترن ميديكال ديزيز. طيب الايديوباتيك بقى بنعمل له ايه؟ في خلطه كده، وانا قلت لكم اي واحده بتشتكي من اي حاجه في الدنيا بيقولوا لها ايه؟ تخس وايه؟ وبطل سجاير بغض النظر. فايه بيقول لك؟ لايف والله لايف ستايل موديفيكيشن، تخس وتبطل سجاير. ليه ما نعرفش؟ سذاكر. وبعدين بص بقى الخلطه دي، نديها بقى ايه؟ دي عارفين بقى خلطه العطار زمان بقى ايه؟ زمان ما تعرفوش انتوا الكلام ده، كان يجي الايه؟ الست بقى اللي هي كوديا، اللي هي ما تعرفوش عن كوديا، مش مهم يعني. يروح للست يقول لها احنا قصدنا الاعتاب ياما، بيقولوا ان عتبتك مبروكه ياما، البنت بتسقط ياما، فتقول لهم ايه؟ هاتوا جنزبيل وزيت حبه البركه وخروع ورجل سحليه ارمله وبتاع ده عرف ديك ابيض مشحشح باخضر وحاجات كده. هنا بقى لما يجي عيال ايديوباثيك ايه؟ ايديوباثيك ابورشن، يقول لك يجيبوا ايه؟ بروجستيرون، هيبارين، سايروكسين. فاهم انت الفكره دي؟ يقوم واخد كل الحاجات ديت وخلطها ويحط عليها برضو رجل سحليه بتاع ويده هرمونال سبورت بروجستيرون، يديها اسبرين وهيبارين مش عارف ايه وبتاع، ماشي الكلام؟ وقلنا على البري امبلانتيشن جينيتك دايجنوزس، بس ايه؟ ما هواش بروميسنج قوي زي ما انت متخيل. كل الكلام ده قبل ما العينه تحمل. لما العينه دي بقى تحمل يا اصدقائي، بصوا ري اشورنس ثم ري اشورنس ثم ري اشورنس ثم ستريكت فولو اب. معلش ظهري، اول ما تيجي المره الجايه ما شاء الله. لا بصي بقى، انا من شرح المره دي منظر الساك دي الحمل ده كيس ده شكله احلى بكتير قوي من الاوبلايت الاوفر اصلا، بس ايه يعني شكله احلى بكتير بكتير.
فهي تقوم بص كده اه ده شبه بابا بالظبط يعني. ها احنا عرفنا الجيولوجي دي كاريوتايب المره الجايه على طول. ها ماشي شبه بابا الساد شبه بابا يعني ازاي شبه بابا المهم فهي تبص تلاقي انه ري اشورنس ثم ري اشورنس بخ البوزيتيف انرجي اللي عندك كلها كلها ما تستخسرش وستريكت فولو اب. وخلي بالك ان العيانين اللي فيهم سيرفايكال انسفيشنسي هيحتاجوا سيركلاز زي ما هقول كمان شويه والباقيين دول هيحتاجوا تو كونتينيو الميديكال تريتمنت زي ما سيادتك شايف يعني اللي ماشي على سيروكسين تكمل واللي ماشي على ايبانين ايه تكمل. اسهل حاجه في درسنا النهارده والوقت كوني هيفكرني بالكومبليكيشن لو الايه لو لسه وقت على العشاء حاجه اسمها سيرفايكال انسفيشنسي. بص يا فتاكين الدرس ده ازاي اسمعيني شويه ممكن كده بس عشان اللي هيبص في الكتاب بيزعل شويه اصل انا اشرحه سهل قوي. يعني ايه سيرفايكال انسفيشنسي؟ يعني السيرفكس ضعيف صح؟ ايه اللي يضعف السيرفكس؟ انه يتعور. طب ولما يتعور يعمل ايه؟ يهيل باي فايبروز. تقول لي لا يا دكتور ده الفايبروز ده بيعمل استريكشر. ما انا قلت لك ان الفايبروس ليه اجزاء صح؟ يعني لما حد يعمل ازاي ده؟ ممكن يجيله كيلويد؟ ممكن يجيله انسجن الهادي صح ولا لا؟ يا اختي كده تنفع وكده تنفع. غالبا البلاك ريس تند ان هم يعملوا كيلو هم وغالبا الوايت ريس تند ان هم يعملوا ايه؟ طيب فنقول ايه؟ نقول ان انا لو عملت تروما جاينيكولوجيكال او اوستاتريك للسيركس زي ايه جاينيكولوجيكال تروما؟ امبيوتيشن كونايزيشن كوترايزيشن شرحتها لكم المره اللي فاتت اي سي سي. طب يعني ايه اوبستاتريك؟ ولاده متعثره ونزل العيل فداخل السيرفكس. العيل ده بقى كان مان برزنتيشن بريتشر مش عارف ركبت فورسبس او فنتوز عيل ماكروزوميك احد فنزل فداخل السيرفكس ده حصل له هيلينج باي ايه؟ فايبروس فلا. طيب في فكره ثانيه فيري رير انه يبقى عندي فايبرويد في السيرفكس لفتره طويله. يعني مثلا ايه؟ انا لو جيت قلت الواد جيمي ده يسلفني التيشيرت بتاعه هديهوله هيبقى ايه؟ مبهوأ صح؟ لما يبقى فيه سيرفايكال فايبرويد لفتره طويله السيرفكس ده هيبقى ايه؟ مبهوأ. نفس الفكره فاهمين قصدي؟ طيب اخيرا بقى هذا السيرفايكال انسفيشنسي ساعات يبقى كونجنيتال. كونجنيتال از ا بارت اوف يوتراين انوميلي يعني عارف فيها سيبتم وسيرفايكال انسفيشنسي فيها بايكورنت وسيرفايكال انسفيشنسي او از ا بارت من جنرالايزد ويك ميزينكايم. عارفين عين جنرالايزد ويك ميزينكايم الكاوتشوك اللي بيجي لهم هيرنيا وبرولابس فاكرين ولا لا؟ ويبقى السيرفكس بتاعهم بالمره ايه؟ ضعيف. حلو قوي. المهم ده عندي سيرفكس ايه؟ ضعيف. السيرفكس الضعيف ده تيبيكالي يبقى بريزنتد از ايه؟ ريكورنت بينلس ديسندنج سكند تريمستريك ابورشن او بريترمير. دي سهله بقى. لما السيرفكس ضعيف مش هيقدر يشيل الحمل صح؟ طيب فواحده سقطت في السكند تريمستر مره مش متاكد بس لما تسقط تاني مره ديسندنج من قريب اهو ونسي انا لو كان بينلس يعني بينلس. تعرفين ان اكتر وجع في الولاده هو الريزيستنس بتاع السيرفكس للدايليشن فعينين فيهاش ريزيستنس يمشي بتسقط الواد بتاع شيك يرحمكم الله يا مريم سقط. فبالتالي هنا ايه عندي ريكورنت مش كده بينلس ديسندنج سكند تريمستريك ابورشن او ايه بريترم ليبر كويس كده. العيانة اللي تيجي بالهيستوري دايما عندها سيرفايكال انسفيشنسي وتعامل انها سيرفايكال انسفيشنسي من غير انفستيجيشن مفيش غيره بيعمل كده. سيرفكس ضعيف
زاد كلمه ريكيرنت وبينلس وديسيرنج لازم اطبق ثلاث شروط بس كده. بس خلي بالك عشان اطبق الثلاث شروط لازم العينه دي تبقى فقدت كام حمل؟ اثنين على الاقل. اثنين على الاقل عشان انا خلاص سيبك الدرس ده خير. امشي يا درس ده، امشي يا درس ده، تعالى ايه درس اخير اسمه ايه سيرفايكال انسفيشن. عشان اقول ريكيرنت وبينلس وديسيرنج محتاج على الاقل كام حمل؟ ما ينفعش حمل واحد يبقى ديسيرنج، ما ينفعش حمل واحد يبقى ايه ريكيرنت، صح ولا لا؟ سو لو الهيستوري بتاع العيانة دي في دبل اتش، يعني ايه دبل اتش؟ يعني اتنين هيستوري اوف ايه؟ ريكيرنت بينلس ديسيرنج. خلاص كده؟ سكند تريمستر او بري ترم اللي مش فارق، العينة دي دايجنوز خلاص باي ايه؟ باي هيستوري. طيب قوم اعمل لها ايه؟ ايه علاج بقى؟ مش هتشخص؟ ايوه فاهم. اعمل سيرفايكال سيركلاش. اعمل ايه؟ سيرفايكال سيركلاش. كويس. يعني ايه سيرفايكال سيركلاش؟ بص يا شباب دي سيرفايكال كانال اهي. كويس. بخش بالابره كده شايفين؟ وشد وشد. لما شد المنظر يبقى عامل ازاي؟ فاهمين الفكره ولا لا؟ يبقى انا لما شديت كده رحت قام على السيرفكس، مفهوم ولا لا؟ عارفين الفكره عشان اسهلها لك؟ عارفين ال بتاع الخواتم والحلقان معنا الاكسسوري. طيب معناها فلوس اكسسوري. ايوه صوره بدردير، صوره بدردير. دي اسمها على فكره اسمها كده، اسمها بيرس سترينج سوتشر. اسمها ايه؟ بيرس سترينج ايه؟ سوتشر. طيب بتشتغل ازاي البيرس سترينج سوتشر دي؟ لا بتعمل فايبروس، هذا فورين بودي. واحد يقول لي عمو انت حاطط الفايبرس تيشو ده دي تحيفه؟ دي تحيفه حبيبي. الفايبرس تيشو عشان يبقى ضعيف عايز كذا سنه. الاول بيبقى قوي، كل الفايبرس تيشو الاول بيبقى ايه؟ قوي. انت عايزه لغايه اخر الحمل وبعدين هتفك الخيط، مفهوم ولا لا؟ بعد كده بقى يضعف ياخد مش قضيه يضمن، انما المهم ان انا عندي الحمل ده على ايه؟ على خير. ليه بتقول كده؟ اوعى تفتكر يا دكتور مهما بلغت قوه الشده بتاعتك انها هتقفل السيرفايكال كانال، هي هتضيقها بس. فاهمين حاجه؟ عشان اقول لكم كلمه كمان شويه. المهم وبعدين يبقى ده اعمله امتى بقى السيرفايكال سيركلاز؟ اعمله، برافو عليك، اعمله بين 12 ل 14 اسبوع. وبالمناسبه لا هنا من 12 ل 14 اسبوع. ده اسمه ايه ده؟ اسمه هيستوري بيست سيركلاج. انا عملته لان الهيستوري بتاع العيانه قال لي ان عندها سيرفايكال انسفيشنس. والسؤال سيدي انا ليه عملته بتويله 12 و14 اسبوع؟ يعني ما عملتوش قبل كده؟ عشان لو كان في كونجنتال انوماليو. عشان لو في كونجنتال انوماليو يقع. ادي واحد. اثنين، هو اصلا انت خايف ان ده يعمل فيرست ترامستريك ابورشن؟ ما بيعملش. يبقى قبل 12 اسبوع لا منه ولا كفايه شر. لا انت هتستفيد منه حاجه وممكن تربط على عيل فيه كروموزوم ابنورماليتي، فاحنا نسيب الفيرست ترامستر يعدي بالسلام. لو العيل ده فيه كروموزوم ابنورماليتي يحصل له ايه؟ ينزل. لو العيل عدى الفيرست يبقى يستحق ان احنا نربط عليه، وساعتها بقى نمنع الايه؟ الابورشن بتاع سيرفايكال انسفيشن. بس في مشكله، انتوا عارفين يا اولاد ان اليوترس ده اولوز فيه بيزل تون، البروجستيرون بس يخليه ما يعملش كونتراكشن، بس البيزل تون دي موجوده. انا كده مش فاهم الحمل، انا محتاج عشان ريلاكس البيزل ده بيزود الانتر ترام بريشر، فاهمين؟ لا انا محتاج ريلاكس البيزل تون دي. بس هي البيزل تون دي بتضرني امتى؟ من اول 16 اسبوع، يعني قبل 16. ليه؟ اسمعوا الحته دي حلوه عشان استخدمها وانت لا.
بص يا بقى اليوترس دايما في صراع ما بين بروجستيرون بتقول له ما تكونتراكتش وديستنشن وستارلينج لو بيقول له كونتراكت. الصراع ده محسوم قبل 16 اسبوع لمصلحه البروجستير. بعد 16 اسبوع بيبتدي اليوترس يبقى فيه بيزل تون. باي ذا واي البيزل تون ده يزيد لو العيانه دي فيها ايه بولي هيدرامز، لو فيها مالتي فيتال بريجننس اديها بروجستيرون زي ما انت عايز. على فكره اديها بروجستيرون زي ما انت عايز لان الستارلينج لو هيغلي، مفهوم ولا لا؟ فباجي العينه دي وعلى سبيل القسط محيط اديها عند 16 17 لا يعني عند 16 اسبوع اديها 17 هيدروكسي بروجستيرون كابرويد. ودي حقن عضل بتتاخد مره او مرتين في الاسبوع لتهدئه البيزل تون اوف ذا ايه ولحسم الصراع اللي بين الستارلينج والبروجستيرون لمصلحه مين؟ البروجستيرون بس. يعني طب سؤال، العينه دي ولا تروم الطبيعي ولا قيصري؟ طبيعي ان شاء الله. تروم الطبيعي طالما ما فيهاش انديكيشن للسيزاريان سكشن باقي عند 36 اسبوع واجيب السيد الاستاذ الدكتور الوزير المحافظ يقص الشريط بتاع السكلاج ده ويمضي قرار وقف البروجستيرون ويختم عليه ان يموف السكلاج واوقف البروجستيرون عشان العينه تولد ايه فاجينال ديليفري. طب لو في انديكيشن للسيزاريان سكشن بيموف وذ السيزاريان سكشن. لو مثلا العينه دي فيها بريفيس يوتراين رابشر مثلا، لو انت عامل لها بريفيس قيصريه يبقى العيانه دي هتولد قيصريه كده كده، شيل له ايه ساحه الايه القيصريه خلاص. طيب بالمناسبه احنا بنشيله ليه يا ولاد؟ عشان السرويف، عشان السرويف، عشان تعرف تحمل ما شاء الله. انا قلت لكم مهما ضيقتوا مش هتقدروا. انا كنت بتست المعلومه دي راحت ولا احنا في الزهايمر، فطلع زهايمر عادي. انا قلت لك هضيقه ولا يمكن ايه اقفله، انا بشيله عشان ما اجيبش انفكشن، كفايه كده عليه وجوده اكتر من كده ويل انفايت ايه انفكشن. خلاص كده. طيب فهمتوا دي العينه التيبيكال ولا دي العينه ايه التيبيكال؟ طيب تيجي العينه ام 1 انش خير يا مدام. قلت يا دكتور اللي حصل لي يا دكتور والنجم جاب عشان خاطري المره اللي فاتت حبلت ويا دوبك جيت في الخامس كده يا دكتور وبعدين ايه طلعت اجيب الحاجه من فوق الصندره وبعدين لقيت العيل واقع على الارض ولا شفت حق الله يعني غالبا. بس ده وان هيستري وبالتالي لا اقدر اقول عليه كلمه ريكارنت ولا كلمه ايه ديستنج. طب الهيستري ده يبقى سبورتد ازاي؟ اجي عند 12 14 اسبوع الوقت اللي انا المفروض اعمل فيه ايه السيركلاج. بس اعمل هنا بقى ترانس فاجينال سونار فور سيرفايكال لين. اسالكوا سؤال مش انا بس انا عشان كتبتها بسرعه. انا قلت لكم السيرفكس بيوسع ازاي يا اولاد؟ في نظريه اسمها نظريه عم ابراهيم بتاع الكتير. النظريه بتقول ان السيرفكس ده مع البريجننسي بيبقى طري زي العجينه. لما ينزل عليه البيبي يعمل فيه الاول يفرده زي النشابه اللي احنا قلناها الافيسمنت وبعدين يبتدي يحصل مين؟ الدايلاتيشن. طب وانا عايز اشخص السيرفكس هو دايليتد ولا هو قصير؟ مين اللي بيحصل الاول؟ الفيس شورت. انا عايز اشخص السيرفكس الشورت قبل ما يبقى دايليتد عشان اعرف الحقه صح ولا لا. فباجي عند 12 اسبوع اشوف السيرفايكال لاند. بصوا كده معايا لو لقيت السيرفايكال لاند ده اقل من 25 مللي خلي بالك انا بقيس مين يا ولد؟ اللاند مش الدايليتيشن، ما انا عايز الحقه هو كده قبل ما يبتدي يبقى ايه؟ دايليت. لو لقيته اقل من 25 مللي يبقى ماشي في السكه دي. بس المره دي انا عامل الترا ساوند بيزد سيركلاش. انا عند 12 14 اسبوع وبعدين ادي هنا وجيب سيد الدكتور دي محمد الدكتور ده الاسره دي خلاص كده؟
طب لو لقيت السيرفايكال لينث شايفينها ولا اكتر من 25 ملي ما ينفعش نجلد الهيستوري. الهيستوري ده من الحاجات القويه قوي، ما ينفعش نجلد، بس في نفس الوقت ما اقدرش اعمل سيرجيكال انترفنشن على الهيستوري. فلا بص يا مدام، يعني انا مصدقك 17 هيدروكسي بروجستيرون، نهدي البيزر تون على السيرفكس الطويل ده وان شاء الله ربنا يكرم. طب لو سقطت تاني هتتخش هنا بقى، فاهمين حاجه؟ طيب اخر سيناريو، امراه بلا ماضي نجلاء فتحي. يعني كان في واحد عندها اثنين ماضي وواحد عندها واحد ماضي، يبقى ايه امراه بلا ماضي؟ يعني ايه امراه بلا ماضي؟ برايم جرافي ده ولا مره قبل كده طبيعي، والنبي والنبي عشان خاطر مش انا بقول حاجه جديده، مش انا لما بخلص بقوم عايد كرر، بتقول بقى ايه فايده الحاجه الجديده ونقعد يبقى عفتنا الجديد والقديم. هو انتوا لسه جداد معايا؟ انتوا مش قدام؟ طيب امراه بلا ماضي ايه بقى الحكايه دي؟ سؤال قالوا ما تعرفوهاش. احنا بنعمل الالترا صوت الحمل كم مره يا ولاد؟ ثلاث مرات. والرابعه ما تعرفش تردها بقى الرابعه؟ لا بص يا ولاد، احنا بنعمل الترا صوت في الحمل مرتين، كويس؟ اسمعوني، الترا صوت في الحمل تعمل كم مره؟ مرتين. طبعا انا عارف اول حاجه في بالك راجل ضعبي، ما الستات بيعملوا الترا صوت كل مره يروح عند الدكتور، ده نون ميديكال، ده سوشيال انديكيشن عشان كل مره تشوف الله ده بقى شبيه اكتر والحاجات العبيطه دي، خلاص؟ انما عايز ميديكال انديكيشن، ميديكال مرتين. المره الاولانيه من 10 ل 14 اسبوع، ودي دوكيومنتري. يعني ايه دوكيومنتري؟ يعني اقول لها مبروك يا مدام حضرتك حامل في سنجل بريجننسي والحمل ده انتريوتراين وماشي مع الجستيشنال ايج. دوكيومنتيشن يعني مش اكتوبك ومش ماك، يعني فاهمين قصدي؟ دي اسمها ايه؟ دوكيومنتري. بس ما بتطمنش على اي حاجه غير ان الحمل قد حبس انتريوتراين. الثانيه بقى عندي 20 اسبوع تفليه، فين ما تفلي حاجه تبص عليها حته حته، تبص على طول السيرفكس والول بتاع اليوترس في فايبرويد ولا لا، والبلاسينتا في مكانها ولا لا، فيها كالسيفيكيشن ولا لا، فيها ابنورمالي اوف كور، والعيل حجمه قد ايه؟ وزنه قد ايه؟ والقناوي والسناوي والمحداوي اللي 100 100 والنوبه الجمال. لو كل ده طلع حلم دي بشرة خير. ما بنعملش الترا ساوند تاني. عشان كده انا بسمي السونار ده سونار، اسالوا اي حد من سنين اسمه سونار الاستاذ حتين الكسم، اللي بنبص على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والقناوي بقى والسناوي كل اللي انت عايزه. لو لقيت كل حاجه حلوه دي ايه؟ دي بشرة خير. خلاص ما بنعملش الترا ساوند تاني. لو لقينا حاجه وحشه في سونار حسين الجسمي ده سميت فولو اب. فهمنا الفكره ولا لا؟ فاحنا بنقول ان دي امراه ايه؟ بلا ماضي. جت عند 20 اسبوع بتعمل الترا ساوند اوف اتش جي. خلاص حسين الجسمي. العادي خالص. لقيت ايه؟ لقيت السيرفايكال لينث اقل من 2 سنتي. خوفنا بقى. بس قلنا لها انت امراه بلا ماضي، ما اقدرش الجا للسيرفي ولا سيما الوقت متاخر كمان. فانا كل اللي هقدر اعمله معاك المره دي اعمل ايه؟ 17 هيدروكسي ايه؟ بروجستيرون. طب لو لقيت السيرفايكال لينث اكتر من 2 سنتي دي بشرة خير. عشان ما تنساش، خلاص مش عايزين حاجه. طيب بصوا بقى، في عده طرق عشان افتكر، سهله جدا بس عشان كده ما انساهاش. عده طرق. الطريقه الاولانيه هو ايه اقوى حاجه في التشخيص؟ ريكرنت ديسندنج بيلس بريجننسي لوس. وعشان يبقى ريكرنت وديسندنج يبقى لازم يبقى على الاقل كام مره؟
مرتين، شخصته اربط من تحت وهدي من فوق. يا فيري بيزك وسهلة خالص. طيب لو واحد بس ما ينفعش، لانه لا ريكارنت ولا ديسندنج، يبقى لازم اسبورت بمين؟ بالالتراساوند. سبورت بالالتراساوند يبقى خلاص، يبقى شخصت ادي العلاجين. لو مش سبورت بالالتراساوند ادي ميديكال تريتمنت بروجستيرون. لو انا لقيت اكسيدنتالي فايندنج التراساوند فايندنج يبقى هدي ميديكال ايه؟ دي إيه؟ طريقه علميه وبيزك. في طريقه بقى اللي هي ايه؟ كده اللي يبقى معاه اثنين تاخد اثنين، معاه واحد تاخد واحد. اللي معاه اثنين هيستري، لما اخذت دي كلمه تاخد سيركليج من فوق وبروجستيرو من تحت. طب معاه واحد هيستري، يجيب واحد معاه التراساوند يبقى معاه اثنين، ساعتها تاخد سيركليج من تحت وبروجستيرو من ايه؟ من فوق. طب معاه هيستري واحد بس من غير التراساوند، بروجستيرون بس. طب معاه التراساوند بس من غير هيستري، يبقى بروجستيرون واحد. يبقى اللي معاه اثنين تاخد ايه؟ اثنين، واللي معاه واحد تاخد ايه؟ واحد. في الاخر بنلاقي كم عيانه؟ اربعه. سيبك من العيانه الخمسه دي بتاعت دي بشره خير، دي بترقص في الانتخابات، الناس دعوه بيها. دي الاخرانيه. اذا انا كعيانين عيانين احنا عندنا اربعه. اثنين في اثنين واحد، واثنين في واحد. ادي اثنين في اثنين معاه اثنين ايه؟ هيستري. وبعدين دي معاها ايه؟ واحد هيستري واحد شورت سيرفكس، ادي اثنين في اثنين. واثنين في واحد دي معاها هيستري بس وسيرفكس طويل. ودي ما معاهاش هيستري بس معاها سيرفكس ايه؟ قصير. ادي كل الحركات. ها شفتي بقى؟ هنقول جيبها كده وبتاع وتيجي يعني ما يجراش حاجه. خلاص كده؟ طيب. الساعه كام؟ حلوة. وانا عندي دقيقة واحدة او خمس دقايق. الكمبليكيشن يا شباب، الكمبليكيشن بتاعت اي بيبي بينزل من اي رحم، سواء كان ابورشن، فيزيكال هرمون، ليبر، عفريت ازرق، اسمها ايه؟ اسمها بيرا. مش الولادة او الابورشن ده يعتبر عملية؟ سو العيانه لايبل فور شوك واناستيك كومبليكيشن انفكشن انجري بليدنج، صح ولا لا؟ شوك واناستيك كومبليكيشن لو خدت بينج، انفكشن باسيبتيك ابورشن وشرحناه، انجري شرحناه. ايه الانجريز اللي انا ممكن اعملها في الابورشن؟ لاسريشن للسيرفكس وانا بعمل دايلاتيشن او بيرفوريشن للرحم. طب ده دلوقتي اخره دلوقتي. طب بعد شويه لو كحت لغايه الجريت سنسيشن اعمل ايه؟ عشر مان. والسيرفكس كذا مره منا شلل بيعمل ايه؟ سيرفايكال انسفيشنسي، صح ولا لا؟ طيب وبعدين فاضل بقى ان انا اعمل بريفوريشن لبلادر او جي اي تي او بتاع، واحنا قلنا الكلام ده صح؟ ادي الانجن. طيب البليدنج ايه الانواع؟ ايه الانواع اللي فيها سيفير بليدنج؟ برافو عليك يا ولد. الانيفيتابل والانكمبليت، صح؟ الانيفيتابل والايه؟ والانكمبليت، مش كده ولا ايه؟ ودول ممكن يجي لهم هايبوفوليميك شوك او يجي لهم ايه؟ انيميا، مش كده ولا ايه؟ طيب في موضوع اسمه بوست ابورتيف بليدنج، بس ده هنسيبه واحنا بنراجع. عيانه سقطت امبارح وجت بعد اسبوع نزل عليها دم، كويس؟ وارد ايه؟ هنقول بسرعه كده، وارد الموست كومن ان يبقى فيه ريتيند برودكت ما نظفتهاش كويس، او ريتيند برودكت تيجي عليه انفكشن خلاص. ودول الموست كومن في الاغلب. هل ممكن يبقى السبب بيرفوريشن؟ بس يبقى ايميديت يعني نادر قوي. ولكن الموست دينجرس ان العيانه دي الرينت اللي انت سايبها يبقى جه فيها بوليو كارسينوم، ده بالاضافه للجنرال واللوكال كوزس اوف بليدنج، ان هي بقى عندها بتاخد مريبان، بتاخد مش عارف ايه، او فيها سيرفايكال كانسر او سيرفاسايتس. ماشي الكلام؟ خلينا هنقولها مره ثانيه في مناسبه واسعه شويه اسمها سكندري بوست بارتم هيموش انفكشن انجري. ايه؟ طيب زائد ايه بقى؟ شويه كلام اهبل. ار اتش ايزو ايمونايزيشن لو هي ار اتش نيجاتيف، سايكولوجيكال تروما لو هي ايه؟ عبيطه، بي اي سي لو هي ايه؟ ميزد او سيرفيك لو هي ايه؟ نزد او ايه؟ سبتك. ماتيرنال مورتاليتي ديو تو كل اللي فات، وشكرا ليكم.
ونراكم على خير. عندنا حصة في نفس الوقت يوم الاثنين. خلاص؟ عشان بس ايه كده ايه؟ نهيئ نفسيه. بكرة زي ما اتفقنا من 2 ل 4 وقلت.